أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قد ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية في بعض المكاسب المحرمة، ومن ذلك ما تفعله البنوك عندما يأتي شخص يريد سيارة فيرسلونه للمعرض ويطلبون منه بيانات عنها، ثم يعطونه المبلغ لشرائها بزيادة، وأن هذا من الربا. أرجو زيادة التوضيح في هذه المسألة. ثم ألا يكون هذا من باب السلم وليس من باب البيع؟ هذا واضح يا أخي، ما يحتاج توضيح. هذا واضح أنه شرط سيارة، هو ما شراها البنك، شراه هو وهم دفعوا الثمن، البنك دفع الثمن نيابة عنه، قرض من باب القرض، ويرده بزيادة. هذا قرض ربوي. البنك ما شر السيارة وتملكها وقبضها ونقلها إلى ملكه ومكانه ثم باعها على الزبون، وإنما يروح الزبون إلى الجهات اللي عندها سيارات ويخليهم يكتبونها باسم الشخص، ويجيب لهم التسعيرة ويسددون القيمة ويستردونها بزيادة. فاللي شرع في الحقيقة هو الزبون والعقد باسمه، وإنما البنك دفع الفلوس فقط على أنها قرض، ويرد هذا القرض بزيادة. هذا أمر لا يجوز، والبنك ما تملك السيارة ولا حازها ولا نقلها ولا كتبت باسم البنك ولا أكملت إجراءاتها باسم البنك من استمارة وغير ذلك ولوحات حتى يكمل قبضها. البنك ما له إلا بس يروحه ويأخذ السيارة ويجيب له التسعيرة ويسددها عنها ثم يستردها بعدين في، وليس هذا من السلم. السلم أنه يسلم القيمة، إن المستدين يسلم القيمة في مجلس العقد في سلعة مضبوطة بالأوصاف لا تتغير، مضبوطة بالأوصاف، فإذا حل الأجل يسلم السلعة. هذا ما هو بسلم، هذا بيع حاضر، ما هو بسلم. ولا فيه سيارة موصوفة ولا مضبوطة بالأوصاف ولا يملكها، لا يملكها البنك، فهو باع ما لا يملك، بل إنه ما باع، هو ما باع، سلم القيمة فقط، سلم القيمة نيابة عن المشتري دينا في ذمته ويرده بزيادة، فهذا قرض ربوي ولا يجوز. والبنك ما شرى السيارة ولا قبضها ولا تملكها ولا كمل إجراءاتها، وقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة لأن هذا العمل لا يجوز، عمل البنوك أو غير البنوك، هذا العمل لا يجوز. نعم.